لكن أنا له هذا. منهم من كان في فاحشة وهو يظن أنه يستمتع بها نزل عليه ملك الموت قبض روحه، وما من ميت يموت إلا يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. منهم 4 شباب سافروا إلى بلد من البلدان، يقول أحدهم: كنا نرقص في مرقص في ملهى ليلي، سكارى ثمالى، كل منهم مع صاحبته وصديقته. يقول: فجأة سمعنا صوت أحدنا يصرخ. يقول: فسكت الناس، هدأت الأصوات، ذهبت إلى زميلي رأيته على الأرض ملقا يصيح ويصرخ. علمت أنه يحتضر وهو سكران، علمت أنه يموت وللتو قد ارتكب الفاحشة. قلت له وكنت في وعي: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال: زدني كأس الخمرة، زدني كأس الخمرة. يقول: فمات وهو يصيح: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. لو رأيت حقيقتهم وواقعهم، أولئك الذين ما صلوا لله ركعة، أولئك الذين قضوا حياتهم بالذنوب والمعاصي ولم يركعوا لله ولم يسجدوا لله، لو رأيت أحوالهم عند الموت: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. تضربهم الملائكة ضربا وهم يموتون. أنى لهم أن يقولوا لا إله إلا الله. أحدهم كان على فراش المرض وقال له الطبيب: انتهى العلاج، انتهى الذي بأيدينا، الأمر عند الله عز وجل، ستموت في أي لحظة. قال أخوه عنده: اتق الله عز وجل، تب مما جنيت. وكان الرجل ملحدا، كان يسب الدين بكتاباته ومقالاته ومجالسه، كان ربما سب الرب عز وجل أحيانا. يقول أخوه قبل وفاته قال لي: أريد مصحفا. قلت: لعلها خير، لعلها توبة، لعله رجوع إلى الله. قلت: تفضل يا أخي، هذا المصحف. يقول وكان يحتضر، نظر إلى المصحف فقال: أنا كافر بهذا المصحف. فقبض الله عز وجل روحه. كم من شاب قبل وفاته ظن أن الله عز وجل في حال الغرغرة وروحه تخرج سيقبل توبته. قال وهو يغرغر، قال وقد رأى الموت بعينيه، قال: تبت الآن. والله عز وجل يقول: الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لن تنفعك التوبة إذا تبت وأنت ترى ملك الموت، وأنت ترى الملائكة أمام عينيك، وأنت تشعر بالروح تخرج. فوالله لو بكيت دما وليس دموعا فإن التوبة لا يقبلها الرب عز وجل. أحدهم اشتد مرضه فسمع أذان المغرب وأولاده حوله، قال: ما هذا الصوت؟ قالوا: أذان المغرب. قال: احملوني إلى المسجد. قال لهم: احملوني إلى الصلاة. قالوا: يا أبانا إن الله قد عذرك، صلي في البيت، أنت مريض، أنت تحتضر الآن، أي صلاة تجب عليك؟ قال: احملوني إلى المسجد، كيف أسمع حي على الصلاة ولا ألبي. يقول أبناؤه: حملناه وصلى جالسا بيننا، فلما سجد في السجود الأول لم يرفع رأسه، وقبض الله عز وجل روحه، وسيبعث عند الرب عز وجل يوم القيامة ساجدا. أحدهم وهو يطوف بالبيت في أحد العمرات يقول: رجل سمعت صوت تكبير في الحرم. يقول: فاجتمع الناس في صحن الحرم. يقول: فذهبت فرأيت رجلا على الأرض ملقا وهو يبتسم ويلفظ الشهادتين ويلبس إحرامه، قبض الله عز وجل روحه. يقول: كل من رآه جلس في الحرم وعيونه تذرف دمعا، فرحا بهذا الرجل، فرحا بهذه الخاتمة الحسنة. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كم من عجوز ماتت على مصحفها وسجادتها، كم من رجل مات وهو صائم، كم من قائم لليل قبض الله روحه وهو يصلي، كم من حاج، كم من مجاهد أحسن الله عز وجل خاتمتهما. لكن السؤال، كيف سنموت؟ من عاش على شيء شاب عليه ومات عليه، ومن مات على شيء فإنه يبعث عند الله عز وجل على ما مات عليه. هذه الحفر وهذه القبور هي مصيرنا، فلنحرص على حسن خواتيمنا. الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب. هكذا بدأت الدنيا وهكذا تنتهي الدنيا. دخل إليها العبد بلا ثياب ويخرج منها بلا ثياب، دخل ويداه مقبوضتان تريد أن تمسك أي شيء من الدنيا، خرج من الدنيا وقد بسط يديه فلم يخرج منها بشيء. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، وضع على الألواح فالتفت الساقان، والتفت الساق بالساق. من أتى به إلى هذا المغسل أحب الناس إليه، لم يصبروا عليه يوما أو يومين، لم يدعوه عندهم، لقد بنى لهم البيوت وجمع لهم الأموال ووفر لهم كل ما يريدون من الدنيا، ولكن لحظات وسويعات وقد تخلصوا منه، أسرعوا به لتجهيزه وتغسيله. ها قد قامت قيامته، ها قد بدأت ساعته، كم كان في الدنيا يغسل نفسه، أما الآن قد جاء من يغسله. كم كان في الدنيا يستر عوراته عن الناس، كان يستحي أن يتجرد من الثياب، لكنه اليوم قد جاء من يجرده بلا حول ولا قوة. طرح على اللوح وغسل، ليت شعري كيف لو أفاق في وضعه هذا، كيف لو نظر إلى من يغسله، كيف لو عرف عن حاله. ليت شعري كم من إنسان فضح في مغسله، كم من رجل أو امرأة هتك الله ستره في مغسله، فبانت عورته وكشفت أسراره وفضح بذنبه. كم من إنسان في هذا المغسل قد تبين خيره ونوره وظهرت رائحته الطيبة. كم كانت هذه الرجل تمشي إلى المساجد، كم كانت هذه اليد تطعم المساكين وتمسح رؤوسهم، كم كانت هذه العين تقرأ المصحف وتبكي من خشية الله، كم كان هذا الوجه يسجد لله جل وعلا، أو إن كان فاجرا كم كانت هذه الرجل تمشي إلى ما حرم الله. والله والله لو غسل ألف ألف مرة فلن يطهر من ذنبه إن لم يتب منه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. انظروا لهذا الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. من منكم يستطيع أن يرجعه إلى الحياة؟ لو اجتمع أطباء الدنيا، لو تجمع كل أحبابه في الأرض ليرجعوه إلى الدنيا لحظة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لن يستطيع أحد، هذه هي بداية الآخرة،
هذا هو التغسيل الذي به يغادر هذه الدنيا ليقدم على حياة جديدة أخرى.